إلى ذلك انطلقت بقضاء سامراء حملة سامراء تغرس كمبادرة بيئية كبيرة تهدف إلى تحسين البيئة في القضاء عبر زراعة عدد من الأشجار والنباتات، وتعد جزءا من جهود أوسع لتعزيز الوعي البيئي في المنطقة والمساهمة في تحسين جودة الحياة. ومن المتوقع أن تشمل الحملة أنشطة زراعية جماعية بمشاركة واسعة من أهالي المدينة ومنظمات المجتمع المدني، وتضم برامج توعوية حول أهمية التشجير والحفاظ على البيئة بهدف توفير أجواء بيئية صحية بعموم المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن حملة سامراء تغرس التطوعية في مدينة سامراء. انطلقت هذه الحملة قبل أيام بعد دراسة من المختصين والزراعيين معنا. طبعا النقطة الأولى هي تم دراسة الموضوع، النقطة الثانية تم التنسيق مع الأخوة بالبلدية وأخذنا الأماكن التي لم يتم قلعها بالمستقبل، والدراسة الثانية هو حقيقة تهيئة الآبار وتهيئة الماء وتهيئة التقطير قبل التشجير، لأن كثير من الأخوة يسألون حتى بالتعاليق على البيج أنه دا يسألون على موضوع الماء شلون ما بعد هناك استدامة لمدة 6 أشهر على الأشجار بعد الغرس. هناك استدامة، فريق طبعا راح يكون متواصل مع الأشجار التي يتم تشجيرها. حقيقة ذكرنا أنه احنا عدد من الشوارع راح يتم تشجيرها، كذلك دعينا الأخوة بالأحياء السكنية أنه من كل حي ينطلق فريق تطوعي يتعاون ويانا حتى نغطي المساحة الأكبر من المدينة، لأن المدينة مثل ما تدرون أكو أتربة عالية جدا، الأكسجين قليل جدا، وإحنا ندعم بدنا كل الأقضية بالمحافظة أنه تطلق حملة تشجير، لأنه صلاح الدين حقيقة تحتاج، أكو بها مناطق يعني متصحرة يعني جدا عالية. ممكن من خلال هذه الحملات التطوعية في هذا العام بالعام القادم إن شاء الله والبعده ممكن الأمور تتحسن من ناحية الأتربة، من ناحية الأكسجين، من ناحية الأمور الصحية. وكذلك انه هاي حمله تطوعيه غير تابعه لاحد، ندعي كل الشباب الغياره اللي موجوده ممكن يساهمون ويانا او يشاركونا. هاي الحمله اذا انطلقت بخير وسلامه وزرعت بصوره صحيحه ومتابعه مستمره سوف تغير من واقع البيئة للمدينه، سوف تقضي على الاتربه والاوبئه المتناقله عبر الهواء. هاي الحمله انا يعني من الداعمين والمتطوعين ان شاء الله بها ساكون. حقيقه انا لست جزء من الفريق الرئيسي مال الحمله، لكن انا اوجه مواطنينا في سامراء بدعم هذه الحملة، لأنها الملامح مالتها تقول أنها سوف تغير من واقع المدينة، وإحنا هاي نرغب بها مثل هيك حملات تغير من واقع المدينة بعدما مرت المدينة من سنين عجاف عن المشاريع اللي ممكن تغير من واقعها. نبلش بها انه حمله سامراء تغرس، حمله رائعه جدا، حمله طموحه، حمله غيوره على مدينه سامراء. حمله سامراء تغرس تعطي طابع جميل جدا الى مدينه سامراء، كون الشاب السامرائي شاب طموح يبحث عن الفرص الحقيقيه لاظهار ابداعاته واظهار غيرته وحبه لمدينته. وسامراء تستحق، سامراء تستحق الافضل والرقي والنجاح صراحه. هي طبعا سامراء تغرس حمله موفقه جدا، حمله رائعه بها تصورات بعيده لسامراء خضراء، سامراء اكسجين عالي، سامراء الخير والبركه ان شاء الله.